ومن افضل الاماكن اللي ممكن نزوروها خلال زيارتكم لاسطنبول في وقت النيو يير راح يكون هذا المكان. يسعد اوقاتكم حبايب القلب من وين ما كنتم بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. هذا الفيديو مخصص للناس اللي راح تكون موجوده في اسطنبول خلال احتفالات العام الجديد، لهيك ان شاء الله بهذا الفيديو راح نزور اكثر من مكان نعرفكم عليها ممكن تقضوا فيها اوقات حلوه خلال بدايه العام الجديد. لكن لو اول مره بتشوفنا لا تنسى الاشتراك في القناه، تعمل لايك للفيديو، تنشر الفيديو في كل مكان. شايفين الحماس؟ لازم تكونوا موجودين. خلونا نبدا. ومن الأماكن اللي ممكن تزوروها خلال زيارتكم لإسطنبول في أيام السنة الجديدة هي منطقة كاديكوي، واللي تعتبر واحدة من أجمل المناطق اللي موجودة في إسطنبول، بالإضافة كمان لتواجد عدد كبير من الكافيهات والمطاعم المزينة والراقية، بالإضافة كمان إنها بتمتلك إطلالة موجودة على مضيق البسفور، واللي راح تستمتعوا جدا من خلال رؤية خلينا نقول ألعاب النارية وقت دخول العالم الجديد، والعديد من الشغلات الثانية اللي راح تنبسطوا جدا فيها. وكمان راح احكي شغله مهمه جدا لاخواننا من الديانه المسيحيه، بعد شوي راح احكي لكم عن هذا المكان واللي لازم تزوروه خلال زيارتكم لاسطنبول في هذا التوقيت تحديدا. وبخصوص المكان اللي كنت بقصده بالنسبه لاخواننا من الديانه المسيحيه واللي هو شيكارجي جواد دورال، هذا واحد من اهم الاماكن اللي ممكن تزوروها واللي ببيع هدايا عيد الميلاد تحديدا الكريسماس. راح تزوروا هذا المكان وراح تاخذوا من عنده هدايا مميزه وجميله. طبعا زي ما انتم شايفين دور وازدحام، يعني ما شاء الله بدك تستنى ساعتين ثلاثة لحتى تدخل للداخل وتاخذ الشيء اللي بدك اياه. صراحة عنده شغلات كثير مميزة وحلويات خلينا نقول مش موجودة في أي مكان ثاني. فالناس المهتمة ممكن يزوروا هذا المكان خلال زيارتهم لكاديكوي ويستمتعوا بالشيء اللي جوا وياخذوا هدايا حلوة. الشيء المهم جدا اللي بدي أحكيه للناس اللي جاي خلال هاي الفترة لإسطنبول، أعملوا حسابكم إنه كمية البرد والبرد اللي موجود في إسطنبول لازم تكون لابس ثقيل جدا. صراحة هاليومين درجة الحرارة واحد سالب واحد نص شغلات هاي، فانتوا لازم تكونوا حريصين بمعنى الكلمه. واكيد وانت موجود في كاديكوي لا تنسى زياره ميدان الثور. هذا الثور وهي شجره الكريسماس وهي الاجواء اللي موجوده في المكان حاليا، تمام؟ يعني اجواءهم في التوب للامانه. الاجواء المسيحيه في كاديكوي لحد الان تكسب وتفوز. راح نشوف الاماكن اللي بعدها بعد شوي ونقرر انه مكان ممكن انت تزور مش انا. واكيد لما بتزور كاديكوي لا تنسى زياره شارع بغداد، وهو واحد من اجمل الشوارع اللي ممكن تشوفها في القسم الاسيوي، عامل زيه زي شارع الاستقلال في تقسيم، تمام؟ فانت ممكن تزوره وتستمتع جدا بالاماكن الموجوده بهذا الشارع، سواء كافيهات، مطاعم، توكيلات، ملابس، كل هاي الشغلات موجوده، بالاضافه كمان للتزيين اللي موجود. يعني راح يطلع معاكم في الشاشه مجموعه من الاشياء الموجوده والتزيينات مع قدوم العام الجديد. شايفين الاجواء اللي في التوب؟ يعني بتيجي هون يا اخوان شوية صور واماكن عن جد مزينة بطريقة رائعة جدا. ايه؟ هيفوتك كتير لو ما جيت الشارع بغداد يا حبيب القلب. شايفين الاجواء وراي والتزيينات، اجواءهم في التوب. شايفين كل هاي المناطق لازم تيجوا تزوروها في شارع بغداد وراح تستمتعوا بمعنى الكلمة بالاجواء الحاضرة هون. عن جد يعني لا في صرف، صرف باين، بالاضافة كمان لتزيين الكافيهات والمطاعم. قاعدة رايقة وجلسة هادئة، أمورك في التوب. طبعا مع درجة الحرارة هاي اللي احنا فيها حاليا خلينا نقول سالب واحد سالب اثنين ما بعرف بالضبط، والجو بارد جدا، تمام؟ بنكون خلصنا من القسم الآسيوي، نشوف القسم الأوروبي وين ممكن نروح بهاي الأجواء.
ومن افضل الاماكن اللي ممكن نزوروها خلال زيارتكم لاسطنبول في وقت النيو يير راح يكون هذا المكان، واللي يعتبر واحد من احدث الاماكن السياحيه في اسطنبول، واللي هو مول غالاتا بورت. هذا المكان موجود فيه عدد كبير من الكافيهات والمطاعم اللي بتطل على مضيق البسفور مباشره وجسر البسفور تحديدا، فمشان هيك خلال زيارتك لهذا المكان راح تستمتع جدا، تحديدا في الساعات الاخيره من السنه اللي احنا فيها حاليا، وراح تستمتع بمنظر الالعاب الناريه من هذا المكان والاجواء الاحتفاليه. فلا تنسى زياره غالاتا بورت اللي راح تستمتع جدا. شايفين يعني كل شيء بدك اياه راح يكون موجود في هذا المكان. المول هذا للناس المهتمة جدا حكينا عنه بالتفصيل في فيديو سابق، راح تلاقوه موجود بالقناة وراح احط لكم رابط بالوصف. ولكن شايفين عن جد عن جد المول متعوب عليه يا اخوان، والديكور المعمول فيه رائع جدا. في بعض الناس اللي اختلفت معايا بخصوص طبعا ديكور وصيغة بناء هذا المول، الاغلب كان بيقول انه كان ممكن ينبني على الطريقة العثمانية القديمة كونه في مكان اثري ومطل على مضيق البسفور، لكن انا بشوف انه عادي جدا، كثير موجود اماكن اثريه وتاريخيه في اسطنبول، لكن هذا المول لازم يكون عصري تمام كونه بيقع بمكان فريد. ولو مش حابب تروح منطقه كاديكوي مشان تشوف شكارجي جواد اورال، هذا فرع له موجود في غالاتا بورت، يعني راح تيجي غالاتا بورت وتلاقي هذا الاشي موجود وتتصور موجود اشياء رائعه جدا بهذا المكان. طبعا واخر مكان اليوم معنا بالفيديو، واللي هو اللي بتوقع على فكره راح اعطيه هديه تمام، يمكن من الخلفيه يعرف وين انا حاليا. انا موجود في منطقه اورتاكوي، واحده من اجمل الاماكن اللي ممكن تزورها بالايام اللي احنا فيها تحديدا. شايفين اطلاله ولا اروع على جسر اوم بيش تموز شهيد لاركو بروسو، واحد من اجمل الجسور في العالم بالاضافه لاطلاله على مضيق البسفور. فانت لو جيت هذا المكان في الدقائق الاخيره من العام اللي احنا فيه راح تنبسط بالاجواء الموجوده بالمكان، صراحه مكان معروف جدا وغني عن التعريف، فانت لازم تزوره. شايفين الاجواء يعني اجواء ما شاء الله رائعه وخرافيه، لازم تزوروا هذا المكان. طبعا الوقوف بهذا المكان ليلة راس السنة له طابع خاص ومختلف تماما عن أي مكان، بالإضافة كمان رح نحكي بعض الأماكن قبل نهاية الفيديو اللي ممكن تزوروها واللي ما غطناها بهذا الفيديو، لكن زي ما انتم شايفين زرنا أربع أماكن من أجمل الأماكن اللي ممكن تزورها خلال زيارتك لإسطنبول في النيو يير أو في نهاية السنة أو خلينا نقول على السنة الجديدة. راح تستمتع جدا بالأماكن وراح تتصور شوية صور حلوة جدا وتنبسط برحلتك إن شاء الله. ومن الأماكن اللي ممكن تزوروها خلال زيارتكم لإسطنبول في هذا التوقيت هي منطقة السليمانية، وموجود فيها عدد كبير من الكافيهات المزينة واللي بتملك إطلالة رائعة جدا على مضيق البسفور، بالإضافة كمان لمنطقة إيمينونو القريبة جدا من منطقة السليمانية. منطقة إيمينونو خلينا نقول في أوقات الاحتفال بالسنة الجديدة بتكون ممتازة جدا، بتمتلك إطلالة رائعة جدا، خلينا نقول إطلالة بانورامية، راح تشوف كل شيء ممكن يصير في الاحتفالات، فراح تستمتع. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تعمل لايك للفيديو وتنشر هذا الفيديو لحدا بيعني لك كثير موجود في اسطنبول بهذا التوقيت. نشوفكم الأسبوع الجاي فيديو جديد، سلام.